أسد حبيبتي. ما تقولي بقى بصراحة ومن غير لف ولا دوران عليا. لف وادور عليكي ليه؟ أنا ماليش في الكلام ده. على فكرة بقى كل الناس فاهماني غلط. أنا الوحيد اللي في العالم ده اللي ماشي دغري. يعني مثلا لما عوز حاجة أعملها على طول. مثلا هو أنا ما جبتش معاكي من الآخر وقلت لك يلا على الشقة؟ ما قلتلكيش أم عيانة تعالي زوريها ولا أبويا في الجيش؟ صح؟ عمرك شفتي صدق أكتر من كده؟ لا خالص. بس أنا عايز أعرف هي عالية دي تقرب لك إيه؟ بنت عمي. أصل أنا جدي كان نسوانجي وأنا بقى طالع له كل شوية يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق، بقى ليا في كل حتة بنت عم بنت خال كده يعني منتشرين. بس قولي لي أنت إيه علاقتك بإيهاب؟ إيهاب أنت عرفتيه إزاي؟ إيه اللي بينك وبينه؟ ما تقولي أنتوا عايزين إيه بالظبط؟ وأنت بالذات ناوي على إيه؟ وأنا معاك. شوفي الدنيا دي ملهاش أمان. لا أب نافع ولا أخ نافع ولا ابن عم نافع. الحاجة الوحيدة اللي نافعة هي الفلوس. يعني إيه؟ يعني أنا لا يهمني عالية ولا يهمني غيرها. أنا كل يهمني الفلوس، عايز أطلع من هنا. وأنت والباشا بتاعك هوب خلاص هتعملوا عملية جديدة. وأنا عايز أعرف هي إيه وأبقى معاكم. بس عالية دي مش هتسقط لك عشان خاطر صاحبتها. سيبك من عالية دي. عالية دي أحطها في جيبي. عارف؟ عارف أنا جيت لك هنا ليه؟ عشان أنا عارفة إن أنت ذكي مش هتستغبى عليا. مش هتلف وتدور. بس أنا مش هقولك على حاجة خالص لحد ما تثبت لي إن أنت مش هتلعب من ورايا. وأنا أثبت ده إزاي بقى؟ أنا هبقولك تثبت ده إزاي. ألف سلامة عليك، ألف سلامة، ألف سلامة.